أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. قناة صوت الساحل تنتقل إلى أحد النزل بمدينة سوسة لتغطية الجلسة العامة للنقابة العامة للحرس الوطني. خليكم معنا باش تعرفوا على أهم النقاط اللي أثارتها الجلسة والهدف من التطورات الجديدة والهدف من هذه الجلسة. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن يجري، ولا بد للغيب أن ينكسر. حماة الحمى يا حماة الحمى، ألموا ألموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن. مرحبا بكم النقابة العامة للحرس الوطني. معناها بعد المؤتمر الثاني الإعلامي في البلقة، هذه جلسة معناها ما بعدها جلسة عامة باش نقعدوا بعدنا نقيموا ثلاث شهور ايش عملنا، وين وصلنا، وين مشينا، بدينا شنو الصعوبات اللي تعدونا. النقابة العامة للحرس الوطني لا تدخلنا في تعيينات نتاع مديرين عامين، ولا خدمنا مع مدير عام ضد مدير عام، ولا خدمنا مع وزير الداخلية ضد بشر آخر. احنا بصارنا معروف النقابة العامة للحرس الوطني والناس كل تعرف ما عندناش حاجة باش نخلي، وكي مش نتكلم النقابة العامة للحرس الوطني ما نخلوش تعليمات من حتى واحد، والبيانات تعرفوها نتاعك، والبيانات راهي تكتبت بخط اليد نتاع النقابة العامة للحرس الوطني. بياناتنا فهمني نتاع ناس بوسطاء نتاع نقابين بالدرجة نتاع نقابين فهمني عامة الظلمات في خور راهو ثم انفلات على مستوى المناطق الحدودية، يزم نخرجوا في بيان، سيزم نخرجوا في بيان. يقول راي عندي مشاكل على مستوى التعيينات، سنخرجوا بيان على مستوى التعيينات، مش باش نحشم. علاش؟ خاطر أنا كي نكلمك مرة، ونكلمك مرتين، صرت الإشراف، ونعرج عليك مرة في مكتوب رسمي، ونقول لك عندك تعيينات مشبوهة، وعندك تعيينات ما تنجمش تقدم به، ما تنجمش تقدم في المسار الإصلاحي على مستوى وزارة الداخلية، وأنت ما تسمعنيش، يلزمني توا وين ندخل المجتمع المدني ونفيق لعباد. كاشت النقابة العامة فيها شبهات وفروقات، أولا السيد العقيد ما يجيش اليوم، يعني ولده أمني ومعروف، ولده معانا في سوسة ويعرف النقابات الأمنية أبن عن جد، يقول له بابا راي ما عرى النقابة اللي باش تمشي، رد بالك تجلس سماعة ولا تقعد معاه. والحمد لله حتى الصحفيين كي سبعيناها النقابة العامة قالت نشوفوا معنا حتى مشكل، أنا خاطر النقابة العامة حتى مع احتراماتي ليه السيد الصحفي ويسمع، أنا حتى كي إنسان صحفي باش يجي يفهمني يوافق اللي هو موجود، لا عندنا باش نخلصوا ولا ندفع ولا نعطيهم معلومات على المؤسسه الامنيه باش نضرب بعض. نرجع سيدي هذايا القانون الاساسي وحكيت لكم وين صار فيه، القانون الاساسي بالنسبه لنا احنا قدمنا وقف القانون الاساسي على امر التكوين، في برشا ايجابيات في القانون الاساسي على مستوى نقولوا احنا على مستوى سلم التاجيل في امر التكوين، على مستوى ساعه راحه العمل، على مستوى العقوبات ما تفوتش 60 كيلومتر، ثم نوعيه من العقوبات يعاقبك ما تفوت 60 كيلومتر على مرج الضرر نتاعك، ما ثم عقوبه اخرج ما تخرجش من ولايتك، ثم يعني باب العقوبات اصلا تبدل. واحنا شاركنا فيه النقابه العامه للحرس الوطني وشاركنا يعني فهمتني في جلسات كانت جلسات صعيبه ياسر. لكن الحرس وصلنا نحن اليوم ولينا الحرس في المستوى هذا اللي فما رجال قاومت ورجال فهمتني ناضج. مرحبا بك ربيع. مرحبا بكم ومشاهدينكم. نشوفوك اليوم حاضر في الجلسة العامة للحرس الوطني، لو كان تحكي لنا سبب وجودك لنا. السبب الأول هو حضور شرفي، كنا ضيافة، احنا استضافة شرفية باعتبارنا باعتبار يمثل تنسيقية الجهوية نقابة قوات الأمن الداخلي بسوسة، باعتبار سيفتي كممثل قانوني ومكلف بالإعلام. الجلسة كيف زاد أثرنا على أنفسنا، وأنا نساهموا مع زملائنا من الحرس الوطني فهمتي حتى بالحضور وبالكلمة الطيبة في لملمة الشمل وترميم ما تصدع في الفترة السابقة جرى فهمتي بعض التصرفات الفردية فهمتي من خارج ذات النقابة، معناتها من خارج ذات النقابة. هل الوضع الأمني في سوسة بخير؟
اكيد ماذا بهنا تو نصوروا بامن فهمتي ولا باسك تشوف حتى السياح فهمتي يظهر لي فما شويه نشاط وتشوفوا في الكياز هذا كيف كيف الناس كل متجند رغم ديما فما الهنات وفما فهمتي تبقى سلبيات موجوده رحنا قاعدين نعالجوا في السلبيات من حين الاخر اما كمجهود امني فهمتي بصفه مطلقه ولا بصفه شموليه الحمد لله رب العالمين. مرحبا بك سي مهدي. عايشك بارك الله فيك. مهدي بوقر الناطق الرسمي للنقابه العامه للحرس الوطني. اليوم عندنا الجلسه العامه يوم وغدوة في نزل المرادي في سوسة، تمحور الجلسة العامة حول الثبات وبناء النقابة على أسس صحيح. الجلسة العامة كانت في سوسة تقريبا على زملائنا اللي من المناطق الحدودية ومن الشبال، كانت لا مركزية، يعني حطيناها في تونس لا مركزية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يتمحور الاجتماع على عديد النقاط. النقطة الأولى اللي مش نعطيه في البيان الختامي لزملائنا بسلك الحرس الوطني حول موضوع الانتخابات البلدية، يعني النقابة العامة للحرس الوطني تروينا فيه الموضوع، ما حبيناش نمشي مسار متاع فوضى ومتاع إعلانات، احنا حبينا نترواو من جميع الجوانب. وغدوا في البيان الختامي مش نصرحوا لزملائنا بسلك الحرس الوطني ومخالطينا حول يا إما يمشيوا ينتخبوا في الانتخابات البلدية أو نمتنعوا على أن نكونوا موجودين في الانتخابات البلدية. كلمة أخيرة للتونسيين، النقابة العامة للحرس الوطني شنو تقول للتونسيين؟ احنا النقابة العامة للحرس الوطني برشا عباد ما تعرفهاش تسمع وما تعرفش علاش احنا الخطاب متاعنا ما نحبوش نظهروا ديما وما نحبوش نحكيوا ديما، لأنه توا المواطن التونسي واحد ولا متخوف من النقابات الأمنية، تشرذم في النقابات الأمنية، ثم خطابات رنانة لكن الفعل فعل وما يعلم ربي برشا حاجات تفاصيل أخرى. احنا شنو نقولوا؟ احنا نقولوا النقابة العامة للحرس الوطني معروفة بالحياد، الحياد التام، مش نتابعين وما عندنا حتى ولاء إلا لتونس، يعني ما تخافوش ويدنا في يدكم كمجتمع مدني ويدنا في يدكم في كصحفيين ما عندها حتى مشكلة في ملتقيات في ندوات. اثنين، احنا نقابة العام للحرس الوطني يعني كي منقولوا حاجة منقولوش بحتى خلفيات، يعني كي مش نقولوا راي وزارة الداخلية تشتكي الضعف او الهوان وكي مزمنا نصلحه هذاك غيرة على الدولة التونسية، وكي نقولوا الأسلاك الأمنية راي تعاني الاعوجاج وتعاني الانخرام هذاك راهو، احنا نقول لك بكيك باش نصلحه. بارك الله فيك سمان. بارك الله فيك يا عيسك.